السلام عليكم وعليكم السلام. أخي، طمنا الوضع الإنساني كيف عندكم بمضايق بظل هذا الحصار اللي فارضته قوات الأسد؟ الوضع الإنساني مزري جدا، صعب جدا، حالة موت. يعني بدل الوضع هيك يومين تانيين ما عاد في مجال موت. يعني بجملة، طيب هاي الرضاعة شو فيها؟ والله فيها عصير بندورة. عم تصير عم بصير ولد 4 5 شهور عصير بندورة.